السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على رشيد غزال، وين يرفض الخيانة ويتحول إلى بطل قومي في ناديه. يعني بعد ما كشفت تقارير تركية بأن اللاعب رشيد غزال وين رفض عروض مغرية من في التحويلات الصيفية من نادي غلطة سراي الغريم التقليدي لناديه، يعني وين أصبح وين تحول إلى بطل قومي، يعني رفض الخيانة، وإن هو من لايستر سيتي اللي تعطوا الحياة جديدة، تعطوا دعم جديد، جابوه هو كان في لايستر سيتي، تعطوا الدعم كان لي. هذا هو الراجل كان اللي ما يدورش. احنا نعرفوا باللي الناس كان اللي جابوا لهم لي ديبلوم، جابوا لهم منا وتعبوا عليهم ومنا ومنا على با داروا عليهم. شو كيفاش كاين لي راجل كاين لي ما يدورش، كاين يكون من الشاكرين ليس من الناكرين، كاين لي يكون شكار ماشي نكار، كاين لي يدير فيك 9 صوالح شابين، كاين لي يقلبك يدير فيك خير 9 صوالح. العاشرة مسكين ما يكونش الغالب، يكون يكون راقد ما يربطش عليك، ما يكون لاهي يدير فيك 9 صوالح مناح. العاشرة زعمك الغالب، على بالك كاين لي نكار الخير، على بالك شكي يبدالك من العاشرة ويجي مولي. كاين لي يبدالك من العاشرة ويجي مولي، ما يقولش انا داير فيا 9 صوالح مناح، يبدالك من العاشرة ولا ما ربطش عليا وشاك حاسب روحك وبالعلاها. والله غالب بالك خدام بالك كنيني كبال، سبحان الله ما تعرف شنو كان يدير، تراك عايش معاه حسن عاونه، بالك مجمع مع مرتو يهدر، بالك مجمع مع جماعته، بالك مجمع مع بالك راه يشري، بالك خدام واحد كل واحد وشويه. هاك تشوف كيفاش وين كشفت تقارير إعلامية تركية بأن اللاعب الدولي الجزائري رشيد غزال وين رفض عرض مغري من التحويلات الصيفية المنصرمة من نادي غلطة سراي الغريم التقليدي لناديه. وأوضحت التقارير بأن اللاعب لايستر سيتي سابقا تلقى عرض مغري من نادي غلطة سراي، إلا أن اللاعب رفض اللعب مع الغريم التقليدي لناديه الحالي. وتلقى رشيد غزال الكثير من رسائل الدعم بعدما كسب احترام الجماهير جماهير ناديه، والتي عبرت عن فرحتها عبر موقع التواصل الاجتماعي بعد تفوقها على غلطة سراي في سباق التعاقد مع رشيد غزال. نقولوا بلي خاص رشيد غزال وين راه التبليسه مسكين، نتمنوا له ان شاء الله نتمنوا له الشفاء يعني والعوده السريعه الى الميادين بعد الاصابه اللي تلقاها. هانتوما يهضروش عليهم هذه الهضره، على بالك يهضروا عليهم ياسهم يمركو يديروا اسيست يتريبلي يديروا عليها، يعني يديروا عليها رخرة كسموها، يديروا عليها تحسب بلي هذا الامر منا. ان شاء الله بربي كما يقول لك الله يجعل ربي يشافيه ويشهدنا كيفاش. وين كشف نادي التركي يوم الخميس عن نوعية إصابة التي تعرض لها الدولي الجزائري رشيد غزال، وذلك في بيان نشره عبر صفحته الرسمية للفريق على تويتر. وحسب مصادر ذاتها فإن فحوصات التصوير يعني المغناطيسي أكدت أن اللاعب يعاني من تورم وانتفاخ وتمدد على مستوى العضلات الخلفية للفخذ الأيسر، ويخضع حاليا للعلاج من قبل الأطباء. وغادر اللاعب الدولي الجزائري رشيد غزال أرضية ميدان متأثر بالإصابة في الدقيقة 77 من عمر اللقاء الذي انتهى بثلاثية في كل شبكة، وصنع منها غزال هدف في الدقيقة 52. المهم كما يقول لك اللاعب هذا ونتمناو له العودة السريعة للنادي تاعو، وين دائما وين نهدر فيها انا الحمد لله نهدر فيها، وهدرناها من هالول قدامنا ندخلوا كاع كوب دافريك قدامنا ندخل كاع كورونا بعد 2019. قلنا يا ودي دينا كاس افريقيا لازم نستغلوا هذا الكاس
لازم نروحوا نتفاوضوا مع المستوى الاول، نجيبوا لعابه نجيبوا ونخرجوا علينا، كانوا يخرجوا علينا وتاع ايه جمال ايه ما تجيش لعابه، لا خليها كيما جمال خليها كيما. ايه يا اخي يا اخي تخلي بالله على روحك، لي زونغلي في وقت مضى داو كوب دي موند داوها غير بالبويضين، داوها بيناتهم كوب دي موند داوها بيناتهم، صار لي صار 68 وقيلا ولا 69 صار لي صار بلوا على روحهم يلعبوا بيناتهم، ما كاش منا قليل وين تسيب لعاب قليل. من بعد حلوا رسالهم وفتحوا اللعب، فتحوا الملاعب تاعهم المحترفين منا لعب، جيب منا جيب مدربين جيب منا جيب، شو وين راهم؟ وصلوا دومي فينال، وصلوا فينال وكونوا داروا لي زونغلي كيما بكري ستيرلينغ يلعب، والله ما يحط كراعو كاع، والله ما يحط كراعو، روحو لي غازي خلوه يلعب، والله ما يحط كراعو كاع. لازم تكون بيض ويسيبو فيك خانك احلى، والله ما تلعب. قلت انتوما ما تبعوش البولا مليح، ما كنتوش تبعو مليح اللي يعرف. ليفربول على تكره كاع، يكرهو كاع لي زيكيب، على يكرهو خاطش الاقتصاد اللي كان عندهم وهرسوهم. ليفربول يقولو غادي ما نخليكش تمشي وحدك، يا ديك الغنية تاع عمي نتا ما نخليكش تمشي وحدك، ياك عمي نتا هاديك دق دقوها اقتصاد، خلينا دروك مع مساني تبص على الازمه مي كانت، والله لا دق دقوهم اقتصاد. الفريق الوحيد في العالم اللي ما عندوش منصه شرفيه، هذا وين راهم يبنوا فيه وحده بيديروا وحده، هذا وين ليفربول جاي تهضر لي كره قدم على هذيك. نقولوا حنايا لعاب حنا كيما هذا ان شاء الله بربي، كيما يقول لك كنا نقولوا يا ودي جيبوا لعابه، جيب غير شو تبلي سالك، هذا تبلي سالك، يتبلي سالك اد راخو بن سبعيني، يتبلي سالك عطال، يتبلي سالك فلان، يتبلي مستوى تاع اللاعبين يهود، مستوى تاع اللاعب يطلع. يعني الاقل انا كنت نقول على الاقل 40 لعاب، هذه كاليفيكاسيون كوب دي موند رايح جاي، ماشي دوره روح سقسوا المساروه على دوره ورايح جاي، في دوره اتسيبهم يدوا لي كوب دافريك بالكولاسه ولا بلا كولاسه، وتاع رايح جاي ليبيا مكلاسيا برومي، ليبيا مكلاسيا عندها 6 ومصر عندها 4، وراهم خايفين منهم وراهم بيدخلوا الشعب، وقال لك ندخلوا الشعب وندخلوا منا وخايفين من ليبيا. تيوا هما البلاد دو بوا الروتور عند ليبيا، اروح انت وزمر. قال لك مين تبحر للشيخ شكون اللي يجيب القصيده؟ قال لك يقارعوا لك يقار، قال لك مين يتفاضل والشيخ يكون يغني بالورقه؟ قال لك وانت بحر شكون اللي يجيبها؟ يجيبها غير قصاص بيا بويها، قصاص بيا يدخل يطلع له وحده جديده. ما جاتش هضره صاحبي، لا تقولوا باللي يجيبوا ها راهو غزال تبليس لك، أي غازل تبليسك، أي يزيد يتبليسك عطالي، أي بن سبعيني ما يولي لكش، يتبليسك فانك يزيد يتبليسك لعابة ولا النيفو تاعهم يطيح، أي كي دير، باش تلعب، تجيب بن دبكة، تجيبو بن دبكة، أنا كنا نقولو، حنا ذنبنا ناس ولا يقولك أنتايا عدو، تيتاش عدو، عدو خرجتو أنا أعداء. خرجتوها لنا جديدة من مصطلحات تاع المدامات تاع الخليج، وليتو تهدرو بيها، وليتو تهدرو بيها مصطلحات تاع القوز تاع الخليج، رقاصات وليتو تهدرو لنا بيها أعداء. كاش أعداء؟ ما كان لا أعداء، لو دوك كتلو ديرك ما تخليهش كاع، دوك أعطيهم مارطو الراس ما تخليهش، تخليه على تقعد مشغل راسك بيه أنت، عدوك أعداء، ما كاش كاع من هذي. على هذيك حنايا نعاودو نولو نتكلمو على اللعاب هذا غازال، يعني وين أصبح باطل قومي في النادي تاعو بعد رفض الخيانة، يعني كان قادر يروح يدي الشكارة بصح هو شاف للصح، شاف للصح ما راحش، ما شافش المادة، شاف للرجال، شاف الأنصار كيفاش يبغوه.
شوف راك تقول جالاتا سراي في غولي راه من 2017 معاهم، هم مشيطينه، هم مشيطينو جالاتا سراي، هم مشيطينو مشيطينو. شو كيفاش على ذلك نقولوا بلي ودي اليوم وين وين غازال اللاعب اللي عنده لي كاليتي تاعو نقرا له في اي لحظه، بالك لي بليسي بالك الاصابه تاعو ماهيش خطيره، اللي نتمناو ان شاء الله يعاود يولي ونشوفو قدام النيجر وكلش. لازم نشوف هذا، لازم نشوف النيجر، النيجر النيجر عيب باش تقول النيجر راني خايف منها، عيب عيب عيب، ما نحترموها ما نخافو منها، هيا من التالي كاع هذه هي.